السلام عليكم أصدقائي، اليوم هنظبط حالة من جنيد. حاجيكم أختي سلمى، نعم هي أحلى مني، عشان هيك أنا بدي أحاول أكون أحلى منها. أنا أختي سلمى، إن شاء الله يكون حاسيني حلوة. ومبروك، إن شاء الله يكون فرحتوا بهالعيد. كان عيد حلو، عيديتي كانت 400، وإنتو قد كانت عيديتكم؟ أنا عيديتي كانت 10، وأنا عيديتي كانت 5000، وأنا عيديتي كانت 20. عيديتي كانت 50000. 700. للأسف فستني صغيري، كلهم بيقولوا لي صغيري، لهيك ما جمعت إلا 40000. واو، جمعوا كتير مصاري. أنا بصير هلأ ما عم أكبر الشي، أنا هلأ هاد أول يوم العيد، فيلا نزبط حالنا وحنستعين ببعض الأغراض من فتيات الأنمي المشهورات. هذه إيدي يا أصحاب، تعالوا نجملها. أول شي طبعا بنحط المنانير، بس استنوا زين أشغلي صغيري، لازم يكون عندي دافية. طب يلا هجيب هاي بتاعت علبة الدافية ونركب. أوه تمام، ركبنا دافية. إذا ما عبرنا العلبة لا ولا غراض. تمام، وقت المناجير، يلا نبلش بالمناجير. حنعرض لكم المناجير اللي عندنا. عندي هول بكفو. انتو شو بتحسوا احلى؟ والله انا كتير برأيي الموف بجنن، فيلا نحط مافيا اصحابي. يلا نبلش نحط، طبعا يعني ما منكتر. هلا هان والآن واو هي وهان وهان. تعال نشوف النتيجة. واو النتيجة طلعت رائعة، بس أنا كمان بحب إني أحط أسبوع لأشياء. يلا نشوف شو عنا. عنا هالمنحطة. أوكي يلا بنشوف كيف بيطلعوا إذا حطيناهن. هنحط الخاتم، طبعا الخاتم حيكون شغلي بتجنن. والله انا بعشق الخاتمات، انتوا بتحبوها اكيد. ايه فما في حدا بهالدنيا بيحب الخواتم، بس طبعا يعني في بعض الناس ما بيحبوا الخواتم. واو طلع على ايدي بعد. يلا هنحطها الاسوار المقرفة، بس بنشوف كيف تصير على ايدي. واو طلعت بتجنن. يلا على تياب اصدقائنا، يلا نبلش بالشعر. واو لك شعري كيف طلع حلو، واو عم يقدم. هلا قدام العيد حنحط الشكلات. واو طلعين الشكلات حلو بجننوا. يلا هلا لبس النور. واو صار شكله كتير بجنن. تعال نشوف هلا اختي كيف طالعه. هي صارت هيك احسن، يعني التنورة صارت اجمل، كانت التنورة كتير بصعب. يلا يلا حنعمل الحلو ونشوف كيف اختي اذا احلى. انا برأيي اختي احلى مني، بس يلا بس انا حلو بحب قوالب الجاتو مثلي. يلا نعمل قالب جاتو. شي منعمل هيك، مننزلش حطين من هالجنب، نسكرن، نرجع نبلش بوضع سيال مثل هيك. طلعوا جماله، يلا نلش قصة. واو قصة، يلا نلون الجاتو. كل واحد بيعمل جاتو على قد الأشياء اللي عندي إياهن، وإذا غني أو فقير فأنا بسيطة ما عندي كتير مساري. أصدقائي الأعزاء، بعد ما أعطينا العالم الجاتو بالأشياء ومن عد مصرياتنا قد إيه صاروا. واو جمعنا منيح، بس هذا لسه اول يوم بالعيد، فيلا نعد جمعنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جمعنا منيح، وهذا اول زوار عطاني 12000. رائع رائع جدا يا اصدقائي. وهلا يلا ناكل الاكل لاني مت من الجوع.